تحية طيبة إلى كل مشاهدي صوت بيروت انترناشنال وبيروت سيتي على فيسبوك. أهلا وسهلا بكم إلى هذا البث المباشر، معي أنا إبراهيم ضوي وزميلي المصور علاء عميس من بلدة الظهيرة وتحديدا من الحدود الجنوبية في القطاع الغربي، حيث نتابع معاينة الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمباني السكنية جراء القصف العدواني الصهيوني بالأمس. وتحديدا نحن متواجدون في هذا المنزل في بلدة الظهيرة الجنوبية على الحدود مع فلسطين المحتلة، ونشاهد بالفعل حجم الأضرار الجسيمة التي خلفها قصف العدو بالأمس. وإلى جانبي يعطيكم العافية حجي، الحمد لله على سلامتكم، يعني حال هذا الموضوع دون سقوط أي جريح باستثناء طفل رضيع، إذا فيني أقول يعني، أو خليني أقول لا، الإمرأة جنين إيه، مرة مستقيم وعندها ولد وبنات، ضرب القذيفة إجت بالبيت، المرة كانت بالبيت هي وأولادها، قد ما فزعت قد ما في رصاص وقذايف ما قدرت تطلع لبرا. هلا لك بالمستشفى، طب أنا من دي عوض لي؟ لا بيتي لا مرت ابني، طب من دي عوض؟ لا عسكري إجا، لا دولة إجت، لا دارك إجا، في مشكلة تصير بالبلد، كل شيء في دارك وجيش بيجي. نعم. بيجي شوف المشكلة. نقدر نشوف، ولا واحد سأل عنا. بدي أطلب منك نتفضل نشوف الأضرار، تحكي لنا شوي عن هيدا ما تبقى من هيدا المنزل. شو ضل منه؟ مراحل البيت كله شو ضل منه؟ عوض الله عمي، الحمد لله على كل شيء. الحمد لله اللي راح البيت ما راح الأولاد. كانوا الأولاد؟ إيه والله بالبيت، والله بالبيت. هن وأمهم، ما قدرنا ننزلهم يصرخوا فوق قصف ورصاص، شو بدي أنا أعمل؟ زادت هذا المرة بدي أموت أني برا. عم نقدر نشوف بعدسة زميل علي حتى الزجاج، يعني هذه البوابة الحديدية نتيجة عزم قوة القذيفة كيف تطايرت إلى الخارج. هذا نطلع الدرج، هذا باب الدرج لأنه عند ظهر السيح بيت جيراننا. لو إجا على بني آدم شو صار فيه يعني؟ نعم، شايفين الدنيا فوضى، فيش بلبنان، كله فوضى لبنان. خلينا نطلع، يعني أنا بدي احترم رأي صاحب المنزل ورئيب في الجيش اللبناني اللي كمان فضل عدم الحديث أمام العدسة نظرا لوضع عائلته، لأنه زوجته الحامل فقدت جنينة نتيجة هذا القصف العدواني. حاجة أطلب منك نتفضل بس نعين الأضرار، منين المدخل؟ من هون؟ يلا بس بتتفضلوا معنا لن نقدر نطلع نشوف حجم الدمار الهائل. نحن عم نمشي للأسف مشاهدينا على الزجاج المتناثر جراء هذا القصف العدواني. في هذا الإطار رئيس بلدية الظهيرة عبد الله السالم قال بأن اشتباك حزب الله مع العدو كان مباشرا بمسافة أقل من 4 إلى 5 أمتار، والقذائف الصاروخية للحزب أصابت موقع الظهيرة مباشرة، وصراخ الجنود سمح بوضوح في البلدة أو سمع عفوا بوضوح في البلدة وهم يستنجدون. إذن نتابع هذه المعاينة للأضرار اللي عم نقدر نشوف هون حجم الضرر الهائل. طلعت شضايح. تفضل طولي. منين طلعت القذيفة بالتحديد؟ نعم. على السطح. هاي كان لبيب ولا البابها؟ هن وامهن. طب ضلت الشيء طلع. ما قدرتوا تطلعوا توصلوا؟ ما قدرنا. اشتباكات. قصف. نعم. حتى. لأنه مشاهدينا بالأمس يعني بعد القصف كان هناك اشتباكات بالرصاص. تفضل يا
شوفي ما فينا نطلع الصف مكسور. هون كانت بنيه الغاز. طبعا صور هاي صورتها. هون بنيه الغاز كانت هون. والله قلت تبع المدري ان شاء الله. لا لا بصير شو غيره. هون شو بدي اعمل؟ عم نشوف هون كيف انهار السقف. ده السطح صار فوق. ما بيطلع السطح، السطح ما فينا نطلع على السطح. طاعة الشمسية كل ما فينا نطلع لأنه طاعة الشمسية ما فينا نطلع السطح. طاعة الشمسية 12 روح. طلع 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 ممكن عم نقدر نشوف حجم الضرر فعلا على هالقيل. اذا واضح حجم الضرر بهذا المنزل. فينا عم نقدر القذيفة هي من القذيفة على السقف على السطح. نعم نزلت عليه. هيا هيا تفضل 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 نعم إذن إذن مشاهدينا مثل ما تابعنا هذه المعاينة للأضرار الجسيمة التي لحقت بالمباني السكنية في بلدة الإظهيرة. أود أن أشير إلى أن هناك هدوء حذر يسود المناطق الحدودية منذ ليل أمس بعد باستثناء يعني طبعا الاشتباه بالطائرات الشراعية والتي أربكت العدو الصهيوني. وكمان في هذه الأثناء نشهد دوريات للجيش اللبناني وقوات حفظ السلام اليونيفيل وسط هدوء تام على جانبي الحدود اللبنانية الفلسطينية. وعليكم السلام. مين الشباب؟ حدا بيعنى بالإغاثة ولا؟ الحمد لله على سلامتكم. فإذا مشاهدينا يعني نختم هذا المشهد. إذا هذه هي الأضرار الجسيمة. أود أن أشير إلى أنه امرأة حامل كانت في هذا المنزل لحظة تعرضه للقذيفة وفقدت جنينها. وأيضا كان هناك الأم مع ثلاثة أطفال داخل هذا المنزل. العناية الإلهية حالت دون وقوع إصابات في صفوف الأطفال باستثناء فقد الجنين. وأيضا أشير إلى أنه من بلدة الظهيرة سقط ثلاثة جرحى، اثنان نقلوا إلى المستشفى اللبناني الإيطالي. الوضع حاليا في الجنوب اللبناني وتحديدا في مناطق الحدود هدوء تام وحذر وترقب للساعات القليلة المقبلة. جاب ودعكم من الجنوب. أنا إبراهيم ضوي وزميل علي عمايس. إلى اللقاء.